بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواقعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. انتظر، ماذا يريد الأخ؟ هذا أخ يريد أن يسلم. تفضل. طيب، قل أشهد. أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ومعنى الشهادتين لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فهموا. ومعنى محمد رسول الله أي أن الله أرسل محمدا إلى الناس كافة. ونحن نشهد أيضا أن عيسى عبد الله ورسوله، كما أن محمدا عبد الله ورسوله. طيب، معلمه أن يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وعافني. وارزقني. أي نعم، معلموه الصلاة. ماذا كان اسمه من قبل؟ الآن اسمه محمد. أي نعم. بسم الله.